شيخ بارك الله فيك، هل الجمع في المطر لأجل المشقة أم لذات المطر؟ لا، من أجل المشقة. والدليل على هذا أن حديث ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح مسلم، جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء، بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. قالوا ما أراد إلى ذلك؟ قال أراد أن لا يحرج أمته، يعني أن لا يشق عليه. المسألة تدل على المشقة. نعم.